موقع سلام أونلاين أجرى دراسة ميدانية عام 2002، يعني منذ بداية الشبكة، على 8177 مشارك ومشاركة. النتائج كالتالي: 2616 حالة من حالات المحادثة هذه الخاصة تطورت إلى اتصالات هاتفية، شوف النسبة العالية شيخنا. 1673 تطورت إلى مقابلة شخصية. 1125 تطورت إلى إقامة علاقات غير لائقة، سواء عبر الإنترنت 640 حالة، أو على الواقع 206 حالات، أو كلاهما 779 حالة. فنحن أمام نسبة عالية من محادثات بدأت بالمكاتبة والمراسلة وانتهت إلى هذا الواقع، ولذلك الباحث الأستاذ معتز الخطيب تعرفونه انتهى إلى إثبات تعبير جديد سمى خلوة الإنترنت بناء على هذه الدراسة الإحصائية. نعم، بالنسبة لهذا النوع هو مما يذكره الفقهاء قديما في تمثيل للذرائع غير المسدودة. تجاور البيوت ذريعة لكل ما ذكر، صحيح، فهو ذريعة للالتقاء والاجتماع والخلوة والعلاقات المشبوهة والعلاقات المحرمة، بل لو أحصيت كل ما نتج عنه من الأفعال المحرمة الصريحة لهالك الأمر لكانت أكثر بأضعاف مضاعفة من نتيجة ما توصل إليه إسلام أونلاين. فلذلك هذا النوع يسمى الذرائع غير المسدودة، لم يسدها الشرع لحاجة الناس إليها، وتركها مثل تجاور البيوت ومثل زراعة الكرم الذي ينتج عنه العنب الذي يمكن أن يستعمل خمرا. إذا متى نحن يمكن أن نقول أن الأمر يشد ذريعة؟ إذا مثلا بلغت النسبة 90% أو 95% مثلا؟ لا، هذه أصلا الذريعة بجنسها مفتوح. أنت تعرف أن الأوصاف في تقصد جنس المحادثة بين الرجل والمرأة، عند الأصوليين إما أن يكون الحكم رتب على نفس الوصف أو على جنسه أو على وصف ملائم له، ولذلك يقولون الوصف إما مناسب وإما ملائم وإما غريب. فلذلك تجاور البيوت والتعايش البشر على وجه الأرض هو من هذه الذرائع التي فتحها. طيب، هل تقيسون تجاور البيوت على حوار بين الجنسين في الخاص أو في الشات؟ لا ضرورة له، التجاور البيوت ليس منه مهرب ولا مفك، لكن أن أحاور امرأة أنا تحاورني لست مضطرا إلى كذلك. أرض الله واسعة، يمكن أن تبني أنت بيتا هنا ويبني غيرك بيتا بعد إذا ما أعطتني البلدية من حيث كيلو أو أكثر.